الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى شهادة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، رزقنا الله وإياكم زيارته في الدنيا والفوز بشفاعته في الآخرة. إذا رجعنا إلى الروايات الشريفة لأهل البيت سلام الله عليهم، نجد بأنهم حثوا المؤمنين على أن يزوروا الإمام الحسين عليه السلام في جميع الأوقات وفي جميع الظروف وفي جميع الأحوال. لذلك هذا البرنامج اتخذ من هذا المنهج ومن هذا الموضوع عنوانا له، وهو وفي جميع الأحوال زائرة. أهل البيت سلام الله عليهم أرادوا من المؤمن أن يكون متمسكا وزائرا للحسين عليه السلام في جميع أحواله، في جميع ظروفه. وهذا ما سنأتي ونبينه إن شاء الله تعالى في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج المبارك. في هذه الحلقة سنتناول هذا العنوان: زره متواضعا. أهل البيت سلام الله عليهم أرادوا من المؤمن أن يكون متواضعا عند زيارته لسيد الشهداء عليه السلام. وفي ذلك روايات عديدة وأحاديث كثيرة وردت تؤكد هذا المضمون، تؤكد هذا المفهوم، بأن المؤمن يجب عليه أن يكون في حالة من التواضع عند زيارة الحسين عليه السلام. لاحظوا هذه الرواية التي وردت عن عبد الله بن ميمون القداح، ينقلها عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: قلت له: ما لمن أتى قبر الحسين بن علي عليهما السلام زائرا عارفا بحقه غير مستنكف ولا مستكبر. لاحظوا هنا هذا الراوي يسأل من الإمام الصادق عليه السلام ويبين صفات عدة لزائر الحسين عليه السلام. أولا عارفا بحقه، وهذا ما سنأتي ونبينه إن شاء الله تعالى. ثم يقول بعد ذلك: غير مستنكف ولا مستكبر. هذا يدل على أن هناك من الأشخاص من يأتون إلى زيارة الحسين عليه السلام والعياذ بالله مستنكفين من الزيارة، مستكبرين على الحسين عليه السلام والعياذ بالله. لذلك هذا السائل، هذا الراوي، جعل قيدا وبين للإمام الصادق عليه السلام بأنه: يا ابن رسول الله، ما حال من يزور الحسين عليه السلام أولا غير مستنكف، وثانيا غير مستكبر، ما هو جزاؤه؟ ما هو ثوابه؟ الإمام الصادق عليه السلام قال له: يكتب له 1000 حجة مقبولة و1000 عمرة مبرورة، وإن كان شقيا كتب سعيدا. إن كان هذا الإنسان من الأشقياء بزيارته للحسين عليه السلام بهذه الصفة، بهذا الحال، وهو غير مستنكف ولا مستكبر، يبدل حاله واسمه من عنوان الشقي إلى عنوان السعيد. ولم يزل يخوض في رحمة الله. هذا الإنسان الزائر بهذه الصفة لا يزال يرتع برحمة الله سبحانه وتعالى. رحمة الله سبحانه وتعالى تكون ظاهرة عليه، نازلة عليه، يتمتع بها صباحا ومساء، وهذا جزاء لزيارته لقبر الحسين عليه السلام. لاحظوا ما المقصود بغير مستنكف ولا مستكبر. هذه من المفاهيم التي يجب على كل زائر أن يعرفها وأن يتجنبها عند زيارته لقبر الحسين عليه السلام. أولا غير مستنكف. البعض من الأشخاص يستنكف بزيارته للحسين عليه السلام. ما معنى يستنكف؟ يعني يرفع أنفه، يرفع شأنه في مقابل زيارة الحسين عليه السلام، يحاول أن يشمخ بأنفه عندما يريد أن يزور الحسين عليه السلام والعياذ بالله. قد يسأل سائل ويتعجب بأنه: هل ممكن أنه إنسان يأتي لزيارة الحسين عليه السلام وهو مستنكف من زيارته؟ نعم، هناك أحوال عديدة، ظروف عديدة من الممكن أن الزائر يكون فيها مستنكفا من زيارة الحسين سلام الله عليه. هذا الإنسان الذي يزور الحسين عليه السلام خوفا من كلام الناس، خوفا من لسان الناس، يخاف أن الناس يتحدثون عليه بسوء، بأنه كيف أنت إنسان شيعي ولا تزور قبر الحسين عليه السلام. هو في داخل نفسه غير مطمئن، غير ثابت العقيدة، غير متيقن بشأن زيارة الحسين سلام الله عليه،
ولكن يزوره خوفا من ألسن الناس حتى لا يتحدثوا عليه، حتى لا ينتقصوا منه. هذا هو عنوان من عناوين الإنسان المستنكف. كذلك بعض الأشخاص قد يأتي لزيارة الحسين عليه السلام خفية، لا يظهر وجهه، لا يظهر شخصه بين الناس، لا يعلن بأنه هو زائر للحسين عليه السلام أو هو يذهب لزيارة الحسين. لماذا؟ حتى أن بعض المخالفين أو بعض من ليس لديهم عقيدة بالحسين عليه السلام وبزيارته لا ينتقصوا منه، لا يتحدثوا عليه. لذلك هو عندما يجلس في أوساط هؤلاء الناس لا يصرح بأنه هو من الأشخاص الذين يزورون الحسين عليه السلام، كأنه يستنكف من زيارة الحسين، كأنه يجعل نفسه أعلى من أمر زيارة الحسين عليه السلام، حتى لا يتكلموا عليه بأنك إنسان مثلا تعبد القبور، إنسان تذهب إلى زيارة الحسين بدون فائدة، إنسان أنت مثلا تذهب إلى شخص لا ينفع ولا يضر كما يقول المخالفين للحسين عليه السلام. يستنكف، لذلك لا يظهر أنه من زائري الحسين، هو يزور الحسين ولكن لا يظهر هذا الأمر استنكافا. كذلك قد تجد بعض الناس يقول نعم أنا أزور الحسين، أزور قبر الحسين، ولكن لا أزور قبر الحسين، لا أزور شخص الحسين، أنا أقف على مبادئ الحسين. عندما أقف على الضريح، عندما أقف على قبر الحسين، أنا لا أقف على جسد الحسين سلام الله عليه، أنا إنما أقف على مبادئ الحسين، أستذكر أهداف الحسين. كأنه يستنكف بأنه يقول أنا واقف على زيارة قبر الحسين، واقف هنا وهنا أعلم بأن جسد الحسين عليه السلام دفن في هذه البقعة الطاهرة، فأنا أزور جسده المبارك، أزور سيد الشهداء عليه السلام وهو حي عند الله سبحانه وتعالى وليس ميتا. فيستنكف هذا الشخص، يقول لا أنا لا أقف على حجارة، أنا لا أقف على عظام كما يدعي البعض والعياذ بالله، يقول أنا أقف على مبادئ الحسين. هذا كله من أنواع الاستنكاف بزيارة الحسين عليه السلام. كذلك ولا مستكبر، كيف يمكن للإنسان أن يكون مستكبرا لزيارة الحسين عليه السلام؟ تجد بعض الناس يأتون إلى زيارة الحسين سلام الله عليه، ولكن طريقة مشيه، طريقة كلامه، طريقة تحدثه مع الآخرين مع الزائرين فيها كبر، فيها تكبر، يجعل نفسه يضع نفسه في موضع أعلى من موضع المعصوم سلام الله عليه. لذلك عندما يدخل إلى الحرم الشريف تجده يدخل متبجحا متكبرا، يعلوه الغرور في مشيه، يعلوه الغرور في زيارته، لا يحاول أن يختلط مع الزائرين، لا يحاول أن يناله شيء من التعب، من الجهد، من حرارة الشمس، من العرق في سبيل زيارته للحسين عليه السلام. يستكبر. هذا أيضا من الأشخاص الذين نهى الإمام الصادق سلام الله عليه وبين بأن هؤلاء الأشخاص لا ينالون ثواب زيارة الحسين سلام الله عليه. زيارة الحسين إذا أراد الإنسان أن يصل إلى المؤمن، أن يصل إلى حقيقتها وإلى الأمر الذي أراده أهل البيت سلام الله عليه منهم، يجب عليه أن يزوره متواضعا، يجعل الاستنكاف ويجعل التكبر بعيدا عنه، يدخل ذليلا خاضعا متواضعا لزيارة قبر الحسين سلام الله عليه، يعلم في نفسه، يجعل هذا الأمر في نفسه بأنه يدخل على إنسان هو أفضل من خلق الله سبحانه وتعالى. هذا الكون كله جعله الله سبحانه وتعالى بيد الحسين سلام الله عليه. يجب عليه أن لا يدخل لا مستنكفا من زيارته ولا متكبرا من زيارته ولا متكبرا عليه سلام الله عليه. جعلنا الله وإياكم من الذين يزورون سيد الشهداء عليه السلام بإخلاص وبتواضع في الدنيا، ومن الذين يفوزون بشفاعته في الآخرة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.